عشان خاطر اقدر انجح في لعبة زي دي لازم اعتمد على الذاكرة وقدرتي على التركيز، ومعدل التركيز عند الانسان لحل اي مشكلة او الاتنشن سبان بدون تقريبا 20 دقيقة، ولكن للأسف المعدل ده في تراجع بالذات بعد ما الذاكرة بتاعتنا بقت تعتمد اكتر واكتر على الاجهزة الحديثة والاجهزة الذكية. عشان كده النهاردة هنوريكم اربع طرق لتحسين قدرتنا على التركيز. أولاً الطعام. الدماغ زي أي عضو آخر في الجسم بيحتاج للغذاء ليعمل بشكل سليم، وتعتبر وجبة الإفطار أهم منبه للعقل، خصوصاً لو كانت تحتوي على البيض، كونه مصدر طبيعي الفيتامين B12 اللي بيحسن الذاكرة. أما لتحسين وظائف الإدراك فأكثروا من تناول الأسماك زي السلمون والتونة والسردين، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه المهمة زي السبانخ، الخوخ، التفاح، لأنهم بينظموا الأكسجين في الدماغ وبيحسنوا التركيز. ودوروا خلال النهار على مصدر طبيعي للكافيين زي حتة صغيرة من الشوكولاتة السوداء أو كوب من الشاي الأخضر، وده عشان نبقى منتبهين أكتر طوال النهار. ثانياً الاسترخاء والتأمل. السجادة دي ممكن تكون سحرية لو جلستوا عليها لمدة 10-15 دقيقة يومياً. أولاً لازم تجدوا البيئة الهادئة والابتعاد عن الضوضاء. حطوا إيديكم على ركبكم واقفلوا عينيكم عشان تمنعوا أي تأثير بصري خارجي، عشان تدوا العقل فرصة للاستراحة ومن ثم إعادة التشغيل بكفاءة أكبر. ثالثاً تدريب العقل. القراءة مش بس مصدر للتثقيف، ولكنها كمان بتساعد على تدريب العقل على سرعة الاستيعاب، خصوصا لو وظبت على ممارسة القراءة لمدة 30 دقيقة يوميا. وكمان تقدروا تفتحوا من جديد ألعابكم القديمة وتركبوا البازلز أو حتى الألعاب اللي بتحسن الذاكرة. وممكن تتوقفوا قليلا عن مشاهدة التلفزيون لحل الكلمات المتقطعة أو لعب السودوكو. رابعاً النوم. لو واجهت صعوبة في تذكر اللي تعلمته خلال النهار، ده لأنك ما بتحصلش على قسط كافي من النوم خلال الليل، ولازم ننام لمدة 8 ساعات على الأقل أثناء الليل عشان نكمل دورة النوم كلها. وممكن كمان ناخد قيلولة صغيرة أثناء النهار لتنشيط العقل.